قوموا على سحوركم، اجا رمضان يزوركم. مرحبا واضح، كل عام انتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. نايم وحد الله. انا اسمي محمود الصوان، ملقب ابو الهجة، مسحراتي الايمرية. هلا انا بحمل السله، هاي السله هون بحطها هيك، بحملها تحت ايدي وبمشي فيها. انا عم دق وسحر للناس، بيجينا مثلا جيران اخي عالم مقتدره بيعطونا وجبات اكل. إيه ما مو معقول اكلها لحالي، يعني مزع للفقراء، للمحتاجين، للمساكين، للارامل، للفقراء. ايوه الله بيكرمنا وبيكرمه. زرتنا يا شهر الخير، جيتنا يا شهر الخير. كان عندنا مسحراتي نحن وصغار، يلحقنا المسحرات، نلحق المسحراتي بين الحارات، كل ما يجي لعنا ونستنى ونطلع وراه ونشوف البيوت هيك لما يفتح الباب يدق على الجيران، يدق على المختار، يدق على اهل الحي، هذا اللي بيعطي سكبه، هذا اللي بيعطي كزاويه، ونتفرج وعجبتنا هالمهنه. أنا بطلع التسحير يعني قبل السحور بشي ساعة ونص، يعني شي ساعة زمان بسحر أو ثلاث أربع ساعة أو حسب أوقات ساعة زمان، برجع على بيتي. خارج أيام رمضان إلي مهنة ديكورات جبصين، بيقولوا اليوم الجبصين البلدي صار. عندي ابني مثلا أو أولادي، بس في شباب من الحارة كمان بيقولوا يا عمي أبو الهجة علمنا، بيجوا مثلا نعلمهم التراث، مو بس المسحراتي يعني، مثلا مثل تراث العراضة الشامية، لعبة سيف وترس والأشياء هي. يا نايم وحد الله. يعني رغم اليوم التكنولوجيا ما خلت لنا شيء بهذا الموضوع، بس لساته تراث الدمشقي الشامي القديم ما بيروح. ألف الصلاة عليك يا سيدي، نحن نبينا يا محمد. ما يتنازل عن التراث اللي احنا فيه، تراثنا كان مسحراتي أو تراث الشامي، من لعب السيف ترس والعراضة الشامية، يعني التراث الدمشقي اللي يتعلموا عليه إن يحافظوا عليه. يا نايم اذكر الله، قوموا على سحوركم. ينعاد علينا وعليكم يا واضح، وكل عام وانتم بخير، ونرجع من لكم نسعد مساكم. قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم.